للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، مجالات تمثل أولوية في التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومصر، برأيك مدى الاستفادة المصرية من هذا التعاون على مدار سنوات ماضية وما هو قادم في نفس المجال؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا التعاون ما بيننا وما بين المؤسسات الدولية ده بيدي ترسيخ للعلاقات الاستراتيجية حوالين كيفية التنمية وزيادة الشراكة ما بين الدولة والمؤسسات الدولية. الاجتماعات المستمرة للاطلاع دايما على المتغيرات وطبعا على التحديات أو الصعوبات سواء السياسية أو الاقتصادية، ده بيكون محل التفاهم ما بين مصر والبنك الدولي وأيضا كل المؤسسات التابعة له. النهاردة بنشوف دولة رئيس الوزراء أو ما بتسمى بالحكومة في لقائها مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لزيادة الشراكة ما بيننا وبينهم لعدد 4 سنوات قادمة. وضع الأسس للشراكة دي بيكون في تفهمات حوالين كيفية تهيئة الظروف الاقتصادية والاطلاع البنك الدولي عن موقف الحكومة المصرية والدولة المصرية في العديد من القضايا الاستراتيجية أو الدولية والعالمية، مثل طبعا العديد من الأطر، كيفية التصرف في الاستثمارات العالمية، الغاز أو البترول أو نعم. الشراكة ما بيننا وبين المجتمع الدولي. تفضلي يا فندم. نعم دكتور مصطفى، يعني مجلس أو لجنة عليا للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الفاعلين في الدولة المصرية، برأيك كيف تحقق هذه الرئاسة نقلة نوعية في مجال الاستثمار في مصر وفي ظل أزمات اقتصادية عالمية تطال مصر هي الأخرى؟ مع كل المتغيرات العالمية كان يعني من رؤية السيد الرئيس أن يكون على رأس اللجنة العليا للاستثمار. المتغيرات العالمية النهاردة وإصراع دائما بما يعني ما بيسمى بعدم تلاحقها للأسف من التحديات والصعوبات على أوجه يعني الصعيد العالمي، فضل السيد الرئيس أنه يكون على رأس اللجنة العليا للاستثمار لتحسين القدرات الاقتصادية داخل الدولة المصرية، سواء السياسات النقدية أو سواء السياسات المالية، وطبعا كيفية التعاون مع المؤسسات الخارجية والمتطلبات المجتمعية. وجد أن يكون اللجنة الاستثمارية المحلية المصرية هي التي تزيل كل التحديات، التي تعالج كل يعني الصعوبات، اللي هي ترسخ توطين الصناعة، اللي هي تزيد من قدرة مناخ الأعمال داخل يعني الدولة المصرية، وتتواكب مع التنافسية، ان احنا ازاي ننافس العالم، ازاي نكون قادرين على جذب الاستثمار، ازاي نحسن قدرتنا في البيئة التشريعية. كل هذه الأطر بيقوم بها السيد الرئيس برئاسته للجنة مع دولة رئيس الحكومة وأيضا الوزراء المعنيين سواء السياسات المالية أو الاقتصادية، ده للإسراع في ترسيخ زيادة الإنتاجية، تحسين الموازنة، خلق فرص عمل، توفير عملة صعبة. ده المنهجية اللي من خلالها أنشئت اللجنة العليا للاستثمار اللي بيترأسها السيد الرئيس. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى بدر، كنت معنا عبر الهاتف.